اسمي مكرم احمد حسين، شغال في صنعه الفواخير. اهلي طبعا كانوا فقراء فدخلوني الصنعه ديت اشتغل فيها. بدات باجر بسيط جدا في الشهر 3 جنيه ونص. ما حبيتش ان انا اجري منها ولا اطفش عشان ما كانش في بديل قدامي غيرها. وكنت بشتغل فيها، كنت يوماتي يقدرب على طول عشان اكل عيش فيها واشتغل عشان حبيتها. هنزله كده، في عين تحت اهي. ادي العين اهي اهي، احط فيها هنا الماتور واشغله واحط خزان الجاز فوق، ويبقى الشربوش بتاعها جوه هنا يديني نار اللي انا عايزها. تبتدي النار تطلع من فوق على الشغل اهو اهو. ده نظام الرص لغايه فوق، املى فوق وارجع اكتشف من الطقان دي كلها قوه النار اللي فوق، لان هي بتطلع نار منين؟ من تحت، من هذا العين دي كلها توزع على الشغل كله. لما احس ان الشغل بقى من فوق استوى يبقى بالخامه دي اهو، جوده 100 100. اما بلاقي كانوا فرن يدخن كان يخش يهدوه، والمسكون يضربونا وياخدونا ويعبسونا ويعملوا لنا قواضي وطفوا المطافي، كسر الشغل مش واكله معاه. بل انا اموت، ابني يموت من غير اكل، مش اختصاصهم، مش عارفين قيمه المهنه. الفخار ده ليه احترامه بره، بدات الدوله بتاعتنا تفهمه، انما هنا كان متداس. فلما عيلتنا مات بقى ما بتطلعش جديد، بدات الدوله بقت تحس مفيش. كنا اكتر من 1000 نفر، النهارده ما فيناش 100، ما فيناش 70، ماتوا. بفضل ربنا والوزاره والمحافظين ووزاره البيئه ان عايزين يحافظوا على البيئه، واحنا مطوعينهم في اي وضع انتوا تمشون عليه، انتوا تنفذوا لنا تعملوا لنا ايه واحنا موافقين عليه. فبداوا بقى يمشوا بقى يعملوا مصانع باحجام حديثه بمواصفات حلوه، وركبوا لها غاز وفران ومواتير جايه لها حلوه تشتغل بالغاز، ومش هيبقى فيه تلوث ان شاء الله ولا حاجه. عملوا فواخير دلوقتي، الفواخير المباني دي اللي هي بتشتغل بالجاز وبتشتغل مش عارف ايه. الدخانه دي ممكن في واحد بيبقى عنده حساسيه، واحد عندها صدر، واحد عندها صدرها تعبها كده، يعني راجل كبير. الدخانه دي طبعا بتكتم على نفسه، ومش واحد بيولع، على ناس كتير. ما هو كل بيقول لك ايه، كلها طالعه تشتغل وكلها طالعه ترزق، مش فرن ده 50,000 فرن، ناس كتير. طبعا كان الاول ما فيش سكان جنبه، دلوقتي ممكن تلاقي ناس قاعده في وسط القلاليه، ناس غلابه. تعمل ايه؟ مش لاقي مكان تسكن فيه. كنت شايف المعيشه بقت عامله ازاي؟